اتفضلي. انا معايا اثنين، اللي هيقعد ثابت هديله اثنين. اثنين في اثنين بكام يا ولاد؟ ثلاثة في ثلاثة. ايه يا ولاد لحضرة العمدة؟ ازيكم يا ولاد؟ الحمد لله. الحمد لله. الجو مكتوم ازاي كده؟ خطر جدا على الاولاد. وبعدين ازاي المدرسين بيعرفوا يشرحوا في الجو ده؟ والله يا فندم الحقيقه عندك حق. اصل الاستاذ حافظ فك المراوح كلها وحطها في المخازن خايف لا تبوظ. قال ايه؟ عهده. عهده ايه وكلام فارغ ايه؟ طب والولاد؟ ما هو حضرتك لو كنت بلغتينا انك هتشرفينا في المدرسه كان الاستاذ حافظ يعني عمل اللازم واستقبل سيادتك بما يليق زي ما بيستقبل اي ضيوف بيجولنا. يعني يا سيد الله يكرمك، انا اللي عايزه استقبال ولد دياوي، انا عايزه مراوح للولاد عشان جلوس. يا ولاد شفت بنفسك يا فندم الولاد يعني ما شاء الله عفاريت، هم اللي رسمين الابداعات دي كلها، كل واحد فيهم رسم احلامه الحاجات اللي نفسه فيها. لكن الأستاذ حافظ الله يهديه الله يهديه حلف ميت يمين لا يمسح كل ده. مين اللي رسم الرسومات دي يا أولاد؟ الأستاذ جمال صبر. أيوه الأستاذ جمال صبر بصراحة يعني هو اللي بيشجع الأولاد، يعني بيديهم الفرش والألوان ويخليهم يعملوا الحاجات دي كلها في المدرسة. مش في المدرسة بس، لا لو ما عليك يعني لفتي كده وشفتي الجدران اللي في البلد كلها عليها رسومات جميلة قوي. الولاد دول العفاريت دول هم اللي رسمينهم. مين يا ولاد اللي رسم الرسومات الحلوة دي؟ شاطرين ليه كده؟ عيانا بيانا انك هتركبي مراوح على حسابك الخاص يا صفية، قصدي يا حضرة العمدة. ده كلام برضك؟ ده هو ده الكلام يا حافظ، قصدي يا حضرة الناظر. هو أنت مش بتطلب من أولياء الأمور تبرعات عشان تطوير المدرسة؟ اعتبرني واحدة منهم وبتبرع بتركيب مراوح لكل الفصول وتجديد الحمامات. أيوة يعني بس ده؟ من غير بس، من بكرة هتبدأوا وهتلاقيني هنا إيدي على إيديكم، ودي أولها بس عشان تبقى عارف. وإيه آخرها بقى إن شاء الله؟ آخرها أجهزة كمبيوتر تتركب، ها؟ صيانة كاملة تتعمل، مية نظيفة، وجبة صحية، حمامات أنظف من حمامك يا حافظ. ايه ده حيلك ايه؟ انت فاكرها مدرسة خاصة من بتوع الخواجات ولا ايه؟ والله اللي شفته وعرفته يخليني متأكدة ان بشوات تل شبورة يقدروا يخلوها انترناشنال مش خاصة بس يا حافظ. حديث العمدة. ايوة يا حبيبتي. الله ايه ده؟ دي حلوه قوي. شكرا. انت اللي رسمها؟ اه. شاطره. انت اسمك ايه؟ ميري بشوي حنا. ميري بشوي حنا. ومين اللي لبسك الشال ده يا حبيبتي؟ ماما. ليه؟ استاذ حافظ قال لي لو ما لبستوش هيزعق في ابويا. ميري